يرى باحثون سوريون في منتدى التعاون الصيني الإفريقي القادم بعد الدعم الكبير من الصين لإفريقيا في بنيتها التحتية أسلوبا جديدا للعلاقات الاقتصادية الدولية التي تكرس التعاون والتنمية بما ينسجم مع رؤية الصين، كما أعلنها الرئيس الصيني لمجتمع ذو مصير مشترك للبشرية. أظن بأن هذا الاجتماع يؤكد تماما بأنه الاقتصاد العالمي يجب أن يتغير، نظام الاقتصاد العالمي يجب أن تتغير هيكلته، وأعتقد بأن هذا التغيير يأتي من خلال هذه الاجتماعات، من خلال هذه المؤتمرات التي تكرس التنمية أولا وأخيرا بعيدا عن الحالات الاستعمارية. ما تحاوله الصين هو أن تثبت للعالم بأنه الاقتصاد يمكن أن يقوم على المشاركة وأن لا يقوم على الاستغلال. يأتي هذا المنتدى تتويجا لسلسلة من التطورات التي شهدتها العلاقات بين الطرفين لصالح التنمية الإفريقية، ابتداء من حجم التبادل التجاري الكبير التي فاقت 100 مليار دولار، والاستثمارات الصينية في البنية التحتية الأساسية لإفريقيا، خصوصا أن إفريقيا بحاجة حقيقية لهذا الدعم الذي تقدمه الصين كشريك دون أي إملاءات وشروط واستغلال. واضح تماما بأن الأفريقي أيضا يستفيد، لأن الأفريقي ينظر إلى الصين كشريك ولا ينظر له كدولة غربية على شاكلة الأمريكي أو الأوروبي. حتى أن الاقتصاديين يعني الأفارقة يقولون بأن الصين تنظر لنا كشركاء ليس كفقراء، وهذا شيء هام جدا جدا، خاصة أنها دولة شيوعية تعاملت مع الاقتصاد كاقتصاد سوق واستطاعت أن تتماشى مع الاقتصاد. كما ينظر إلى هذا المنتدى من خلال ما قدمته الصين من أدوات ومساعدات ستساعد إفريقيا على النهوض باقتصادها وامتلاك أدوات الإنتاج بنفسها من خلال الخبرات أيضا وليس فقط المساعدات. الصين يتطلع فقط لأن يطور الاقتصاد وأن يكون هناك عجلة تنمية ذاتية، وهذا شيء هام يجب أن نقوله، عجلة تنمية ذاتية تستطيع أفريقيا أن تطور ذاتها بذاتها، زائد تدريب الكوادر المهنية الأفريقية، إرسال الأطباء إلى آخر ما هنالك، تطوير في مجالات الطب، في مجالات الطاقة وغيرها. هذا كان فائدة كبيرة جدا جدا للأفريقي. ما يعطي هذا المنتدى أهميته اليوم هو التجربة الصينية في التعاون الدولي التي تستند إلى فكرة الفوز المشترك بعيدا عن الاستغلال، والتي تحققت بشكل جلي في التعاون الصيني الإفريقي. يرى متابعون سوريون في منتدى التعاون الصيني الإفريقي فرصة لتطوير وتثبيت العلاقات الاقتصادية بين الطرفين من جهة، وتثبيتا لنظرية الفوز المشترك التي لطالما طرحتها الصين في العلاقات الدولية. لقناة CGTN العربية، يعرب خير بك، دمشق.